طيب بدينا نحكي يا شباب المرة الماضية عن عناصر لغة البايثون. حكينا انه زي اي لغة، اللغة هذه من ايش مكونة؟ مكونة من مجموعة من الكلمات، vocabulary او words. vocabulary يعني مفردات او كلمات. من الكلمات هذه بقدر اشكل جمل، ومن الجمل هذه مجموعة الجمل بقدر اسوي زي ستوري قصة، اللي هو البرنامج تبعي، او باراجراف يعني عدة جمل. باراجراف يعني عدة جمل، تمام. وشفنا انه بالنسبة للكلمات بخصوص الـ variable names او الـ identifiers، انت مسموح لك تستخدم اي كلمة انت بدك اياها عدا كلمات المحجوزة. هذول مش مطلوب منك حفظهم، بس انت فعليا كل ما تتقدم في البرمجة حتتعود عليهم وحتحفظهم لوحدك. وحكينا ايش في عندي انواع الجمل. في عندي ثلاث انواع: جملة تعيين assignment، لانه انا بطلب تعيين القيمة 2 في المتغير x، تمام. طبعا هنا احنا ليش بنسميه متغير؟ القيمة تبعته تتغير ببساطة، القيمة تبعته بتتغير. يعني هنا انا بحكي x بتساوي 10، هاي x قيمتها 10، x بتساوي 11. تغيرت ولا ما تغيرتش؟ يبقى متغير ولا لا؟ متغير هو عبارة عن مكان في الذاكرة بتخزن فيه قيمة، والقيمة هذه بتتغير، نسميه متغير. طيب، والنوع الثاني من الجمل هي عبارة عن assignment بالإضافة لإكسبريشن. الإكسبريشن اللي هي عبارة عن العمليات الحسابية اللي أنا عندي، جمع وضرب وقسمة وطرح وكل هاي الأشياء. فبالتالي هذه عبارة عن إكسبريشن، والناتج هو اللي بدنا نعمل له assignment. والناتج بدنا نعمل له assignment، تمام؟ في الاكس، فعشان هيك انه هذه عبارة عن assignment مع expression. والجملة الثالثة عبارة عن جملة طباعة، حكينا او يعني خلي بالك انه اي حاجة فيها اقواس هذه عبارة عن دالة function. وحكينا انه هذا الكلام انه وين الـ variables انا عندي؟ الاكس قيمتها بتتغير. اول مرة كانت 2، زودنا عليها 2 صارت 4. والاوبريتورز اليساوي والزائد. الكونستانت، ايش الكونستانت؟ ثابت. ايش الثوابت انا عندي؟ الاثنين. والفانكشن البرنت. تمام، نيجي الان للباراجرافز. ايش يعني باراجرافز؟ باراجراف شو يعني؟ قطعة، فقرة، تمام؟ انت عندك فعليا البرنامج مكون من خطوات، تمام؟ والخطوات هذه يا اما متسلسلة او شرطية او تكرارية، تمام؟ عشان انه انت تفهم، نعم استمع، علي صوتك كمان. مقدمة، هذا احنا لسه في الباب الأول، تمام؟ ايش يا أستاذ؟ مين رفع ايده هنا؟ مراجعة بشكل سريع. طيب، حكيت هذا أساس البرمجة، عشان هيك أنا بركز لك عليه، إنه أنت لو فهمته خلص إنه أنت بتقدر إنه أنت تبرمج. بدي اياك تعتبر البرمجة زي وصفات الطبخ بالضبط. ايش يعني؟ انه لازم تكون الخطوات متسلسلة، يعني الترتيب مهم. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انت على سبيل المثال في الوصفة انت بتيجي بتقول انه ضيف الحليب على البيض، تمام؟ بعديها بتقدر تضيف الزبدة، فبالتالي الترتيب مهم. لو ضفت الزبدة قبل الحليب ممكن تخرب معاك الكيكة. لا، الترتيب بقول لك ضيف الحليب بعديها ضيف الزبدة، تمام؟ فبالتالي هاي الخطوات المتسلسلة بيكون الترتيب فيها مهم.
يعني على سبيل المثال أنا خليني أطلع من هذا وأرجع أشغله تاني. لو اجيت حكيت برنت اكس طلع لي خطا. انت بتقول لي اطبع الاكس والاكس انت اصلا مش معرفها. الاكس مش معرفها. بقول لي هنا النيم ايرور. الاكس مش معرفه. الترتيب الصحيح انه عرف لي الاكس خليها 10 بعديها اعمل طباعه. واضح شو يعنات انه الترتيب مهم؟ تمام؟ طيب هذا بالنسبة لإيش؟ للخطوات المتسلسلة. أما بالنسبة للخطوات التكرارية إيش معنات هذا الكلام؟ بدك تتخيل في وصفات الطبخ الشرطية، عفوا الشرطية، إنه إذا كان عندك قوام العجينة لزج، شايف إيش بقول؟ إذا زود دقيق أو طحين، فبالتالي هذا عبارة عن جملة شرطية لأنه حسب شرط معين. والتكرارية كيف؟ زي كيف مثلا؟ ضيف حليب وحرك شوي، ضيف كمان حليب وحرك شوي، ضيف حليب وتكرار. تمام؟ فبالتالي فعليا البرامج أنت عندك بهذا الشكل. أنت حكينا أن الكمبيوتر جهاز غبي، فبالتالي انت بدك تقول له انه لما تلاقي كذا سوي كذا، وهذه العملية كرر لي اياها 10 مرات زي هيك. تمام؟ فهذا الكونسبت او هذا المفهوم اذا فهمته صح بيكون انه انت عندك استعداد انه انت تبرمج بشكل صحيح. هذه الشغلات المتسلسلية، هذا بالمناسبة احنا ايش بنسميه؟ بنسميه فلو تشارت. اللي طابع السلايدز ممكن تكتب عليه اللي هو فلو تشارت او مخطط سير العمليات. هذا سي اتش اي ار تي. تمام؟ فلو تشارت، مخطط سير العمليات. تمام؟ ايش الاساس تبعه؟ الاساس تبعه يعني انا عندي شكلين. شكل المستطيل معناها عمليه. شكل المعين هذا معناها شرط. فبالتالي أنا عندي هاي عملية، هاي ترتيبها 1 2 3 4، هنا ما فيش شروط، كله عمليات، وهي التسلسل أو الترتيب تبعها بهذا الشكل. تمام؟ هنا الترتيب إنه زي ما حكينا إنه إكس بتساوي 2 برنت إكس، بنفع أنا أخلي برنت إكس في الأول؟ مشكلة. نعم، هنا زودنا عليها، هنا طبعنا كمان مرة، والناتج تبعه هي 2 و4. 2 ناتج عملية هذه الطباعة، وهي الأربعة ناتج عملية الطباعة بعد ما زودنا الاثنين. هاي الجملة ملهاش أوتبوت، ملهاش مخرجات على الشاشة، تتنفذ بس ملهاش مخرجات على الشاشة، وهي كمان. تمام؟ يعني تظهرش اشي على الشاشة بس بتتنفذ. يعني انت هنا راح حجز لك مكان في الذاكرة اسمه اكس وخزن فيه القيمة 2، هنا ضاف على الاكس 2 والناتج خزنه في الاكس، تنفذت العملية في المعالج والنتيجة انه يعني تخزنت في الذاكرة بس على الشاشة ما ظهرش اشي. طيب حكيت هذا الفلو تشارت زي هيك، انه احنا حكينا هي 1 2 3 4 5 6، وهي ترتيبهم زي هيك 1 2 3 4 5 6. حكينا ايش الاحتمالات انا عندي؟ احتمال انه ينفذ كل الخطوات اللي هو عبارة عن 1 2 3 4 5 6. في عندي احتمال تاني انه 1 2 4
خمسة، ستة. في عندي كمان احتمال واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة. في احتمال كمان إنه ثلاثة وخمسة ما تتنفذش. واحد، اثنين، أربعة، ستة. تمام؟ طيب حكينا انه احنا كيف الجملة هذه نخليها انه هي تاب على الاكس، انه نعمل تاب، هذا اسمه انتنديشن، بصير الاكس هاي تابعة، او هذه الجملة عفوا تابعة لجملة الاف. تمام؟ طيب هجيت انا كيف ممكن اجيب لك في الامتحان، ممكن اجيب لك رسمة زي هيك واطلب منك انه انت تكتب هذا الكود. مش الاحتمالات، كود. هذا الكود شايفه؟ هذا الكود هيو في المربع هذا. شايفه؟ تكتب لي الاف وتكتب لي البرنت وتعمل انتنديشن. الانتنديشن هذا مهم جدا في الامتحان. تمام؟ او العكس. اجيب لك كود واقول لك ارسم لي فلو شارت هذا. كيف؟ المعين عبارة عن شرط. هاي. تمام؟ طيب. بدي حدا يرسم لي الفلور شارت لهذا الكود. لاحظوا انه هنا في عندي جملتين تابعة على الاكس. كيف؟ حدا يرسمه على اللوح. يعني خليني اعمل لك واحد جديد، اوكي، يعني بشكل سريع. عدي باخذ اسمه، تقلقش، عدي باخذ اسمه. حتى في علامات يعني. اسم الأول كمان مرة. في حدا حابب يدخل كمان؟ في حدا حابب يدخل كمان؟ استنى يا أستاذ، بس استنى. مين؟ مين اللي رن جواله يا أستاذ؟ اسمك؟ بعدين اسمك يا أستاذ، اسمك يا أستاذ اللي رن جواله. كيف انت برضو؟ تعال يا أستاذ.
إذا جيت في المربع هذا هنحط برنت هكتو وين؟ المربع هذا هذاك هذاك اللي هو قاعد ما تقوليش هذاك هذاك بس ألاك أي سطر اللي قاعد بكتب فيه مش هكتو لازم برينت. تعمل برنت يا أستاذ برنت هلا انت لما كنت تكتب في البرنامج ما كنت تكتب برنت جوا المربع ولا كنت تكتب برنت وين جوا البرنامج؟ في البايثون كنت تكتب برنت في البايثون؟ في الشيل يعني ما فيش داعي انه نعمل برنت بقدر اشوف الفاليو بقدر اشوف الفاليو بدون ما انه يعني زي هيك فيش تيرمينال هاي هجد اشوف قيمة الاكس بعمل زي هيك هذا كلام في الشيل بس لكن في الباي شارت انه لازم تعمل برنت بنفعش يطلع من جهة ثانية كمان خط بس انت عندك جملة الاف في عكس هنا هنا جيم يس نو ترو اوف وبالتالي انت بدك تطلع من هنا بدك تطلع من هنا المهم يكون طلع اثنين بس شوف صحيح.
بنزلهم واطبعهم اطباع. كمان تحت شوي عشان هاي برضو يعني التسلسل هذه دائما تشتغل، تلقى هذه دائما تشتغل. بعد اكس بتساوي 10 في بريت اكس. عندي 1 2 3 4 5 7 لا مش 7 8 و11. طيب طلع على الاسفل تبعت الكود، هدول دائما بيشتغلوا، هدول وهدول شرطيا حسب تحقق الشرط هذا وتحقق الشرط هذا. الان هذا الشرط ما تحققش برجع بكمل التسلسل. يعني هنا 5 هذا فولس، وين بيروح على اي سطر؟ 8. تمام؟ لو ترو بنفذ 6 و7 وبعدين وين بيروح؟ 9 برضه 8 برضه 8 تمام؟ هذه هذا هنا عملت لك اياها هنا كفلوت شارت مرسومه بهذا الشكل. ف يمكن الرسائل تختلف، انه انا كاتب هنا في الكود هلو، هنا ويلكم بايثون سكول، الاكس قيمتها 12، برنت للاكس، اكس اقل من 10 يس، بطبع هذول الجملتين نو، بروح على الشرط الثاني يس، بطبع هدول الجملتين نو، بروح على الدن في النهايه. تمام كيف؟ في عندي بيطلع منها تفريعين يس ونو. طيب هيا هاي الياس وهي النو تمام، وهنا هاي الياس وهي النو تمام. صحيح، لقيت هنا انا قيمه الاكس قديش؟ 12. هل 12 اقل من 10؟ يس ولا نو؟ نو. فبالتالي خلص بروح هنا. هل ال 12 اقل اكبر من 15؟ نو. فبالتالي بالضبط. هنا خليني انفذ لك اياه هنا ككود، هاي قيمه الاكس بتساوي 10. هل ال 10 اكبر من 10؟ بتساويها، يبقى غلط. وهي كمان مرة، هاي بدي اورجي لك هنا البايثون كونسول، هاي شايف البرومبت هاي تمام، لقيت هاي
نتيجة هذا الشرط ايش انا عندي الشرط هذا؟ الشرط هذا نتيجته يا اما true او false. هلقيت الـ x بتساوي 10. هل الـ 10 هل الـ x اكبر من الـ 10؟ هل الـ 10 اكبر من الـ 10؟ طيب هل الـ x اكبر من 12؟ false. هل اكبر من 7؟ فدائما انه true yes false no بهذا الشكل. تمام. طيب يعني على هذا الاساس انا عندي هل العشرة اكبر من العشرة؟ يبقى 6 و 7 مش راح تتنفذ. هل العشرة اقل من 15؟ يبقى 8 و 9 بالضبط. فنشوف ايش الجمل اللي حتشتغل. هيران الهالو هذه دائما بتشتغل بايثون سكول، وهنا قيمة الاكس، وهنا هدول اي اسطر 6 و 7 ولا 8 و 9؟ 8 و 10 9 و 10 عفوا 9 و 10 والضم دائما بتشتغل. طيب نحط حاجة 7. هل السبعة أكبر من العشرة؟ هل السبعة أقل من 15؟ فبالتالي 9 و 10 هي بتشتغل نفس الإشي. X is less than 15. X is small. نجرب قيمة أكبر من 10. 7 13. هل ال 13 اكبر من 10؟ يبقى 6 و 7 حتشتغل. بعد ما يخلص حيرجع على 8. هل ال 13 اصغر من 15؟ حيروح على الضن مباشره. فهنا ثواني بس، هنا اكبر من 10 صحيح، الشرطين متحققات، ال 13 اكبر من 10 واصغر من 15. يبقى هنا 6 و 7 و 8 و 9 و 10 اشتغلت. تمام. الحالة خلينا ناخذ 17. هذه وهذه دائما اشتغلت. هذه قيمة الاكس، هنا اكس از لارجر ذان 10، اكس از بيج اللي هي 6 و 7. تمام. فبالتالي انا بدي اياك في البيت ايش تسوي؟ هذا الكود انه انت تتمرن عليه. كيف بدك تتمرن عليه؟ انه انت تكتب الكود زي هيك، هيو انت موجود عندك على الجيت هاب، وانه انت تشغل بقيم مختلفة للاكس، تشغل بقيم مختلفة للاكس. تمام. طبعا قبل ما تشغل انت يفترض تتوقع ايش الناتج اللي بيطلع عندك، وتشوف هل الناتج هذا صحيح او لا. تمام. واضح الكونديشنال؟ شو هذا؟ بدك تفتح البي شارب على اللابتوب وتكتب الكود وتجرب قيم مختلفة للإكس وتشوف إيش اللي حيتنفذ وإيش اللي مش حيتنفذ. يعني نعم. كيف؟ فايل نيو بروجكت. اختار الاسم اللي بدك إياه. هاي أنا بختار مثلاً بروج واحد. ممكن يعني تختار اسمه. اسمع يا استاذ، امنع الصوت، انت غير مكانك شرفه. واللي وراك غير مكانك لو سمحت، وانت اللي لابس احمر يا استاذ غير مكانك. غير مكانك، ما حكيتش ابتسم.
يلا يا استاذ. يعني هنا انا لما حطيت اسم المشروع حطيته مثلا كل المادة WDMM 1402 ممكن تسميه بايثون واحد او ممكن تسميه مالتي ميديا بروجرامينج، اختار الاسم اللي بدك اياه انت حر. طيب نيجي للريبيتد ستيبس. ريبيتد ستيبس هذه البرامج كتير مستخدمة في وصفات الطبخ زي ما حكينا انه ضيف شوية حليب وحرك، ضيف شوية حليب وحرك. في الغسالة حط مية، بعدها حط صابون، بعدها لف شوية، بعدها ارجع فضي، حط مية، حط صابون وارجع لف، وهكذا. فبالتالي التكرار أنا مطلوب عندي في برامج كتيرة أو في تطبيقات كتيرة. تمام؟ كيف؟ زي إيش؟ زي الجرس. كيف؟ طالما أنت حاسس بضله يرن. تمام؟ شلت بروح بتوقف. طيب يبقى إحنا شفنا كيف ممكن نعمل جمل شرطية باستخدام إيش؟ إيش الكيورد؟ إيش الكلمة المحجوزة؟ إف. كيف نعمل تكرار؟ ايش اسم الكلمة المحجوزة؟ وايل. شوف كيف التكرار، التكرار بيجي شرط مع تكرار. ايش معنات هذا الكلام؟ هذه الجملة عبارة عن جملة تسلسلية. تمام؟ كيف يعني مش اي جملة؟ لا هاي بدك تحطها في صيغة وايل. وفي عندك جملتين تبعات للوايل، زي ما كان في عندك جملتين تبعات للاف. في جملتين تبعات للواي. هاجيت انت عندك الجمل 1 2 3 4 5. ايش الجمل التكراريه؟ واي 3 و4. جمله 3 وجمله 4 راح يضلهم يتكرروا 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 لمتى؟ لغايه شرط معين. ايش هو الشرط؟ هيو هنا هنا بحكي انه طالما ال n اكبر من الصفر اذا كان يس كرر يس كرر كرر كرر. تمام؟ لما يصير للشرط بريك ساعتها خلاص بيطلع. تمام؟ هيو نو وبيطلع. طيب حاول تركز معايا عشان تفهم كيف بيصير التكرار. انا عندي الان 5. ايش شرط التكرار؟ اجينا هنا لا شرط التكرار. ايش شرط التكرار؟ هل الان اكبر من صفر؟ هل الخمسة اكبر من صفر؟ نعم. ايش سوي؟ اطبع لي الان. قديش قيمة الان؟ 5. هاي نفذ الجملة اللي وراها، اطرح لي من الآن 1 صارت 4. يبقى هنا الـ N بتساوي 5. تمام؟ بدك تشطبها صارت 4. طبعا احنا الشرط ما دام انه هو متحقق بدنا نرجع نكرر ثاني. هل الأربعة قديش قيمة الآن الآن؟ 4. هل الأربعة أكبر من الصفر؟ نعم. يبقى ايش بدي اسوي؟ اطبع لي الان. قديش قيمة الان؟ هاي. اطرح منها 1. 3. اشطب هذه صارت 3. هل الثلاثة أكبر من الصفر؟ تمام؟ اطبع الثلاثة هايها. اطرح منها 1 صارت 2. هل الاثنين أكبر من الصفر؟ راح يسوي هاي طبعها طرح منها 1 صارت 1. هل الواحد اكبر من الصفر؟ نعم. اطبعها اطرح منها 1 0. هل الصفر اكبر من الصفر؟
الصفر بيساوي الصفر مش اكبر منه. فبالتالي هنا نو خلاص بطلع من التكرار. تمام؟ يبقى مفهوم التكرار انه ضلك كرر في جمل معينه تمام لغايه لما يصير في عندك توقف للشرط. اعيد ايش؟ كيف؟ الشرطية انه اذا كان ترو بتنفذ مرة واحدة وبطلع، اما هذا بضله ينفذ ينفذ ينفذ، يعني كأنه انا بقول له هاي جملة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، حكيت حيصير واحد اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة تكرار لغاية لما يصير بريك للشرط. اما الشرطية الاف هنا احنا بنقول يا اما واحد اثنين ثلاثة اربعة او واحد اثنين اربعة فيش تكرار. تمام؟ يبقى التكرار هنا اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة اربعة لغاية لما يصير بريك للشرط. كيف؟ لو الشرط ضله ترو الى ما لا نهاية بضله خلاص بوقفش البرنامج بضل يكرر، ولو سبناه يشتغل وجينا المحاضرة الجاية بتلاقيه برضه شغال. غير مكانك يا أستاذ واديني اسمك كمان يعني لأن أنا بدي أتعرف عليك. مش فلوت شارت بدي تكتب كود. تمام؟ الكود ايش بده يسوي؟ بيسوي العكس. هنا عندنا 5 4 3 2 1 لا بدي 1 2 3 4 5 يعمل عد عكسي. احنا بدينا من 5 ونزلنا لغايه الواحد، احنا بدنا من نبدا من الواحد نتوقف عند الخمسه. ان بتساوي واحد والواي كبر خطك شوية ايش الشرط بده يصير؟ مفروض واي هل الواحد اكبر من الصفر؟ هل بتساوي واحد؟ هل الواحد خليها على واحد مش مشكلة، هل الواحد اكبر من الصفر؟ نعم. ايش بدك تسوي؟ نجمع اطلع لي الان هاي واحد هذا الاول تمام؟ اجمع قديش صارت؟ هاي صارت اثنين. هل اثنين اكبر من صفر؟ حيضل لما لا نهاية. اطبع الاثنين زود عليها واحد ثلاثة زود عليها واحد
أصغر أو يساوي خمسة. إذا بدي الخمسة تكون موجودة أصغر من أو يساوي خمسة. فبالتالي هذا الكلام إيش بده يصير؟ هاي واحد. هل واحد أصغر من خمسة؟ نعم. اطبع لي. تمام؟ احنا بحكينا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بنتوقع. طيب زودي عليها هاي الأرقام بتساوي واحد صارت اثنين. هل اثنين أصغر من خمسة أو تساوي؟ أصغر من خمسة. فبالتالي اطبع لي إياها هنا زود واطبع لي إياها زود واطبع لي إياها زود. هل الخمسة أقل من أو تساوي خمسة؟ نعم نعم تساوي خمسة وقتلون. وبالتالي اطبع لي إياها زود. هل الستة أقل من خمسة؟ لا هذا بدك تعكسه. نعم. نعم. عيني حامل. حكينا ان بتساوي صفر. ان طالما انه هي وايل ان اقل او تساوي الخمسة. برنت للان ان بلس تساوي. فهنا بيبدأ صفر واحد اثنين لغاية الخمسة. بدي أبدأ من الواحد ببساطة هاي بغيرها واحد. تمام؟ طيب بدي حدا يكتب لي برنامج يطبع مرحبا خمس مرات. مرحبا بالعربي ولا بالانجليزي؟ مرحبا بالتركي. بالتركي. كيف؟ بدك تعمل برنامج يطبع مرحبا سبع مرات. اكتب مرحبا سبع سبعة. ان بتساوي واحد while ان بتساوي
أو أقل من 7. print مرحبا print لا بدك مرحبا بالعربي، في بالعربي ممكن بيمشي الحال. فهذا حيضل يرحب فيك إلى ما لا نهاية. لازم مرحبا هذا سبعة. فبدك تحط طبعا بدك تحط الاتريشن فاريبل، بدك تحط له هاي بدي اعمل ستوب، وهنا بدك تحط ان بتساوي ان زائد 1. فانت هنا بضلوا يزود يزود لغايه السبعه. هل السبعه اقل من 7؟ لا، بعمل ساعتها بعمل ستوب. تمام، واضح يا جماعه ولا استعجلت انا حليته؟ هاي مرحبا 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 7 مرات، 6 مرات. بدك اياها 7 مرات، في عندك خيارين، يا اما بتبدا من صفر او بتحط يساوي. تمام. طيب هجيت هنا يا استاذ، في البداية أنت لما بدك تعمل تكرار ببساطة بدك تقول وايل، في عندك هنا شرط معين وهنا نقطتين. هاي الشرط أنا سبت لك إياه فاضي لسه حنعبيه الآن. إيش الشغلة بدك تسويها؟ بدك تعمل طباعة 7 مرات. طباعة المرحلة. تمام؟ واي هنا print دان. طبعا هنا انا بده يكون في عندك شرط، الشرط هذا بده يكون فيه متغير، مثلا على سبيل المثال بدنا 7 مرات ان اصغر من او تساوي 7. طيب ان مش معرفه، فبالتالي هنا بدك تعرفها فوق، ان بتساوي 1 لانه اقل من او تساوي. فبالتالي التكرار انت الجمله التكرار هي حطيتها هنا. تمام، وهي انت حطيت الشرط والمتغير انت عرفته، بس ايش المشكلة هنا؟ في تغيير على الان بتضلها طول عمرها 1، والواحد دائما طول عمره اقل من 7، يبقى ترو دائما الى ما لا نهاية. فبالتالي بدنا نعمل تزويد للان عشان انه خلاص انه الكاو او العداد هذا يزيد. فبالتالي هنا ان بتساوي ان. تمام، هيك انا كتبت الكود يعني ضفت عليه، واضح؟ هذه 7 مرات، 7 اقل منها تساوي، عد 1 2 3 4 5 6 7. تمام، هجيت نمط الاسئله في الامتحان زي هيك. اكتب بس اكتب برنامج يطبع شغلة معينة 5 مرات 10 مرات. اكتب برنامج يطبع، بدنا هجبنا ناخذ ندمج الشغلتين مع بعض، ناخذ تكرار مع شرط، يعني جوا الوايل بده يكون في اف. تمام، هيك هيك نمط الأسئلة. كيف؟ الحمد لله، حاضر، رجع، يعطيكم العافية.